منذ سنة 2003 والمنظومة التربوية تسير بالمقاربة بالكفاءات بمعنى أن طريقة تقديم الدرس للتلميذ تكون عن طريق الانطلاق من وضعيات للوصول إلى استنتاجات وهذا ما يتطلب توفير حجم ساعي معين وعدد ملائم من التلاميذ داخل القسم يجب التفكير بأن هذه المقاربات التدريسية كمقاربات بيداغوجية تكون صالحة لوقت وغير صالحه لوقت اخر، المجتمع الجزائري مجتمع متغير باستمرار، مقاربه من اجل الحكم على هل مقاربه التدريس بالكفاءات ما زالت مقاربه تدريسيه صالحه لحد الان، لابد من اجراء تقويم والتقييم الشامل لمختلف حيثيات هذه المقاربه. نطرح سؤال هل فعلا ان نحن انتقلنا من من عهد التدريس بال 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 بالمضامين والتدريس بالاهداف الى المقاربه بالكفاءات؟ احنا ما زالنا ندرس الى حد كبير. نقول نقول لك بالك احيانا تفوت 50% بالطريقه القديمه وهي التدريس بالمضامين اذا متى فعلا نخرج تلميذنا كفاءه صالح للمجتمع صالح لبناء الدوله حسب المختصين والخبراء فكل النماذج التربويه الناجحه في مختلف دول العالم تغير من المقاربات بين الفينه والاخرى والمنظومه الجزائريه ليست في منأى عن هذا التغيير والله انا نتمنى لو كان يعاد النظر في فيها وينظر الى نظام اخر يعني صراحه في مقاربه بالكفاءات وينظر الى ويتبنى تتبنى مقاربه واحده اخرى لان هذه منذ 2003 قريب 20 سنه وحنا عندنا مشاكل فيها اليوم يوجد يا مدام طروحات مقاربات دماغ والتربيه او ما يسمى سيرفو ايدوكاسيون نورو سيونس العلوم العصبيه والتربيه ترتكز هذه على العلاقه ما بين الدماغ المتعلم وعلى التربيه الاشياء التي نقدمها له ونستجيب لحاجيته وليس لحاجيتنا. من المقاربه بالمظامين ثم المقاربه بالاهداف الى المقاربه بالكفاءات. مسار مرت عليه المنظومه التربويه في السنوات الماضيه واليوم قد يكون تغيير طريقة التدريس بما يتماشى المعطيات الواقعية ضرورة حتمية